بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا استريحوا، تفضلوا من فضلكم، تفضلوا 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 استريحوا. قدس البابا، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعيد سعيد وسنة إن شاء الله سعيدة علينا كلنا. كل سنة وانتم طيبين، ليكم كلكم، لكل الناس، لكل المصريين، لكل العالم. كل عام وعام سعيد وعيد سعيد، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى، نتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعوه إن يخلي العام ده نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله تقريبا من 2020، ويعني الظروف صعبة والأزمات صعبة، ونتمنى حتى الأزمة الكبيرة اللي احنا بنعيشها دلوقتي في منطقتنا. أنا مش عايز أتكلم في مشاكل ولا حاجة، ده عيد وإحنا جايين عشان نشارككم فرحتكم ونهنيكم ونتمنى لكم كل خير. فلكن على كل حال يعني إن شاء الله إن السنة دي تبقى سنة سعيدة علينا كلنا ونتجاوز فيها بفضل الله سبحانه وتعالى الأزمات الكبيرة اللي موجودة، ونتمنى من الله إنها ما تزيدش أكتر من كده وما تستمرش أكتر من كده. يعني أكتر أزمة إحنا بنعيشها كلنا ومتأثرين بيها كلنا أتصور هي اللي بيحصل في القطاع، قطاع غزة والضفة الغربية، وإحنا في مصر لينا موقف محترم إن شاء الله. بنسعى إلى إن إحنا يعني على الأقل يبقى في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات عشان نخفف عن أشقائنا وأهلنا في غزة، ثم بعد كده يعني يبقى في حل للقضية اللي هي بتتجدد كل كام سنة وتألمنا كلنا. مش هطول عليكم، كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام وكل المحبة لكم جميعا، وتحياتي لقدس البابا، وتحياتي واحترامي لقدس البابا اللي أنا بأكن لي كل احترام وكل تقدير والله. وطبعاً المحبة دي نجمة عن مواقف ما يعملهاش إلا رجال، مواقف ما يعملهاش إلا رجال. رجال مخلصين بيحبوا بلدهم ومؤمنين بيها وحريصين عليها. فعشان كده أنا عشت الكلام ده، أنا عشت الكلام ده عمليا مع قدس البابا. تقديري ليك يا قدس البابا، ربنا يديك الصحة، وبشكرك جدا جدا على اللي فات وعلى اللي جاي. مرة تانية مش عايز أطول عليكم عشان كل سنة وانتم طيبين. آخر حاجة هقولها لكم أي أزمة وأي مشاكل وأي ظروف صعبة بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، طول ما احنا حاضر طول ما احنا مع بعض، طول ما احنا مع بعض الامور بفضل الله هتعدي والظروف الصعبه هتنتهي. المهم تفضل بلدنا بخير وشعبها يفضل بخير. المهم بلدنا بخير وشعبها بخير. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين.